هل من كتاب مدون عن بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم يا إمام؟ نعم، هناك ما كتب في جماع العلم، أما عن نفسي فأعيد تصنيف ما كتبته في بغداد. هل لي أن أسأل لماذا؟ لك أن تسألني طول الوقت وفي أي شأن. الإجابة لا، لأني ما زلت أبحث وأتعلم. تتعلم؟ أنت يا إمام ما زلت تتعلم؟ اسمعي، لا كبير على العلم، لن يبلغ العلم جميعا أحد، لا ولو حاوله 1000 سنة. إنما العلم عميق بحر، فخذوا من كل شيء أحسن. نتفق؟ نتفق. نتفق. الحمد لله.